برحب بحضراتكم مرة تانية، والحقيقة أنا سعيدة أن أنا معي كابتن مصطفى عفروتو اللي دايما بقول عليه لاعب كبير، مهارات كبيرة، ومش بس كلاعب كبير وكنا بنشوف في منتخب الشباب كان مأدي إزاي وكمان مع النادي الأهلي، ولكن كمان على المستوى الشخصي بحب جدا أتكلم معاه في الكورة، وحد أخلاقه عالية جدا ودمه خفيف جدا. ومنورني يا كابتن عفروتو. انا مبسوط اللي انا معاك يا ساره، ودايما بالتوفيق كده، ومنوره شاشه النادي الاهلي، والف مبروك للنادي الاهلي وادارته وجماهيره الثلاثيه، وعقبال الرابعه في الطريق ان شاء الله. والنهارده بقى اسعد يوم في حياتي، النهارده عيد ميلاد بنتي لهفه 9/12. كل سنه وهي كل طيبه سنه وهي يا رب. طيبه، تمت 5 سنين، ف كل سنه وهي كل طيبه. سنه وهي طيبه، ويا رب تشوفها دايما كده حاجه كبيره وتبقى مبسوط بيها. وهي ما اسمهاش لهفه صح؟ اسمها تاليا. ايه تاليا لهفه بس بقى؟ احنا لهفه يعني من مسلسل. من المسلسل. ربنا يخليها لك يا ربنا رب يخليك ويحفظها يا لك. رب يا تقريبا ساره. كل ما اشوفك اقول لك ان انا حضرت ماتش مصر وكوستاريكا وانا صغيره ايوه، وبتفرج انت ومنتخب الشباب. مكبراني ليه؟ لا يعني كنت اصغر من كده شويه. يا رب اشوفها زيك يا ساره كده ان شاء الله. واحسن مني كمان. ربنا تسلم لي، ربنا يخليك يا رب. يخليك. نبدا بقى من دوري ابطال افريقيا كده، وشويه قبل ما ندخل في الفنيات انا عايزك تقولي شفت ماتش الاهلي والزمالك ده في النهائي فين، وكانت الكواليس عامله ازاي؟ بص، انا في منطقه شعبيه، فكنت بتفرج مع اصحابي، كنا في قهوه قاعدين عادي بنتفرج على الماتش. كنا اول ما جبنا الجون بصراحه كان الموضوع صعب، مش عايز اقول لك على الفرحه اللي كانت أول جون فينا خالص بتاع السلية. السوليه. كان لسه في اول 5 دقايق، فكانت حاجه بصراحه، حاجه احنا قلنا بقى خلاص هنكسب 3-4. فقعدنا بقى طول الماتش لما الزمالك اتعادل ابتدينا شويه ايه اللي احنا كان هدفنا الرئيسي، حتى واحنا قاعدين انا ومعظم صحابي الحمد لله بنفهم كوره، كان هدفنا الرئيسي اللي احنا ناخد البطوله. ما كناش مركزين اللي احنا نلعب كويس او لا، احنا كان هدفنا الرئيسي اللي احنا صح نحافظ على البطوله، وكان نفسنا ناخد البطوله التاسعه. فالحمد لله ده حصل، يعني الدنيا اترجت يعني عندنا بصراحه. جون قفشه بقى. ما انا بقول لك الدنيا عندنا اترجت خالص بصراحه. يعني بصي، كان صوت الاهلاويه متهيألي كان البيوت بتقع عندنا. كان عندك اي شك في النص كده يا كابتن انه ممكن لا قدر الله مثلا الماتش ما يروحش لينا؟ خفت بعد التعادل؟ لا ما خفتش، بالعكس. يعني انت كان عندك ثقه كبيره قوي لما اتكلمنا قبل افريقيا وقلت لي انه انا واثق في المدرب وفي الجهاز الفني وفي اللعيبه، انه افريقيا بتاعتنا قبل المباراه، قبل حتى ما يتحدد ان الزمالك هو بالظبط الطرف الثاني. وكمان يا ساره برضك احنا مش عايزين بس نقول حاجه للجمهور، اللي احنا معظم اللعيبه بتاعتنا برضك يا عيني كان برضك مش معظم اللعيبه كانت في حالتها. انت برضك لو معظم اللعيبه بتاعتنا في حالتها كان الموضوع فرق معانا 180 درجه. احنا كنا خلصنا الماتش من الشوط الاولاني، بس يعني مثلا لو حسين الشحات كان فايق كنا ممكن نكسب 3-4، لو اجايه كان فايق، بس برضو كتر خيرهم. انت فاهمه، ضغط عصبي وبطوله كبيره زي ديت، والجمهور على طول في ظهرهم عايز البطوله دي، والحمد لله اللي هم كانوا عند حسن ظننا يعني. الحمد لله. طيب الموسم كان صعب يا كابتن زي ما بتقول، ويمكن زحمه مباريات كتير، وبنتكلم كمان على موسم جديد هيبدا خلاص يوم الاحد اللي جاي، اول ماتش للاهلي في الدوري، ومع ذلك النادي الاهلي محقق الثلاثيه وان شاء الله تبقى الخماسيه، شفت ده ازاي؟ بص، دي حاجة مش جديدة على النادي الأهلي، يعني خلينا نبقى بنتكلم بواقعية. يعني انت لما تسألي أي واحد أهلاوي يقول لك ده طبيعي، خلاص ينسي اللي فات بقى ونركز في البطولة بتاعت يوم 18 اللي جاية دي إن شاء الله. فدي حاجة مش جديدة على النادي الأهلي يا سارة زي ما بقول لك. فإحنا على طول النادي الأهلي معودنا، النادي الأهلي بالناس اللي موجودة بتبقى متواجدة في النادي الأهلي، في المنظومة اللي في النادي الأهلي، لازم إحنا حتى الجمهور بيطلب على طول البطولات، احنا مركزين في البطولات، احنا مش بنركز في الاداء، مش بنركز في الامور التانية دي خالص. فاحنا مركزين كل شويه، احنا مش بنشبع، عايزين بطولات كل شويه. اكيد. طب خليني اسالك على الصفقات الجديده للنادي الاهلي، مش بس عوده المعارين واللي اكيد فارق جدا، واكيد القايمه دلوقتي افضل من قبل كده بكتير، يعني احنا دلوقتي الحمد لله عندنا فريق قوي ودكه قويه ان شاء الله، بس عايز اسالك مثلا من البدايه كده شايف ازاي بدر بنون يمكن لعب مباراه الكاس النهائيه وكان يعني حد واثق في نفسه جدا، كان حد في الملعب، مفيش ميس باسز يا كابتن، اللاعب كان قوي يعني في الملعب، لاعب قائد. عايز اعرف انت شايف الصفقه دي ازاي، شايف اللاعب ده ازاي؟ انا شايف بصراحه بدر بنون هيبقى اضافه للنادي الاهلي، لان هو مع موسوماني من اللعيبه اللي بتعرف تبني هجمه من تحت.
فدي الفكر بتاع موسوماني. صح. وهو كمان عنده القدرات ديت، عنده القدرات اللي هو يقدر ياخد الكوره ويطلع بيها لنص الملعب، يطلع بيها لقدام، يقدر. انت برضك لو كنت يعني انا كنت مركز معاه برضك في نهائي كاس مصر، الراجل لا بيعمل سرهات من ورا وبيعمل اسيستات، يعني الراجل لا عنده كوره وعنده كمان حريه، لو اداله حريه كمان اللي هو يطلع من ورا لقدام ويخلي حد يغطي عليه مثلا ايمن اشرف مثلا، فلا هيفرق معانا كتير جدا قدام. محمد طاهر، طاهر محمد طاهر، انا متنبأ لطاهر ان شاء الله اللي هو هيبقى صفقه ناجحه، وتحس اللي هو ابن من ابناء النادي الاهلي، عنده روح لفت الانظار من اول ما نزل من اول دقيقه، فاتمنى له التوفيق يا رب ويبقى عند حسن ظننا واحنا في ظهره ان شاء الله. اكيد طبعا. وبيكم بقى، اصل بيكم ابننا، يعني بيكم ابننا، يعني من ناشئين النادي الاهلي ومن الدفندرات اللي هي بتعرف تلعب كوره، وهو لعيب كوره كويس جدا. فنتمنى له التوفيق يا رب ويبقوا كلهم عند حسن ظننا ان شاء الله، ويعملوا تاريخ يا رب لنفسهم في النادي الاهلي ان شاء الله. واحنا طبعا في ظهرهم دلوقتي مع يعني وجود اللعيبه دي ورجوع الصفقات او رجوع المعارين، يعني شايف ايه الفتره الجايه من وجهه نظرك انت كابتن مصطفى عفروتو، والتشكيله ممكن تكون المثاليه للنادي الاهلي؟ يعني حطهم لي كده بقى، ايه اللعيبه، حراسه المرمى والدفاع وكل حاجه. يعني بصي، ما مش عايز حد، الناس هتزعل مني، يعني هلاعب الشناوي، هلاعب بدري بنون، سعد سمير طبعا عشان اخويا، علي معلول، سعد او ايمن يعني الاثنين اخواتي، ماشي. علي معلول، محمد هاني، في نص الملعب عمرو السوليه، يعني في اي حد في نص الملعب بصراحه، يعني اليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السوليه، اي اثنين منهم، وقدامهم قفشه، وهلاعب كهربا واجايه، ومروان قدام، او ممكن كهربا قدام واجايه، وهلاعب طاهر وحسين الشحات. انت، انا حاسسك بتركز لو العب باثنين. مش بركز في صحابي والله، انا بركز لا خايف حد يزعل منك يعني. ما عديه السؤال ده، ماشي هنعدي. ماشي طب خلاص، مين اكتر اللعيبه اللي شايفها كانت متالقه جدا الفتره اللي فاتت مع موسيماني في الفريق؟ والله اللي انا كنت شايف اللي هو، بصي الشناوي ده حاله استثنائيه بصراحه، يعني ايه مش هنحطه في الحسبان بصراحه، ده حاله لوحده. خلينا نتكلم عليه الاول، نتكلم على الشناوي وعلى مدرب حراس المرمى اللي يمكن يكون مش واخد حقه قوي، ميشيل يانج، يعني عامل موسم رائع مع حراس المرمى، وخصوصا طبعا مع الشناوي يا كابتن مصطفى. وكمان برضك عايزين نشكر الاداره اللي هي قدرت تتمسك وتقنع المدرب اللي هو يقعد، يعني برضك في حاجات ورا الكواليس الناس ما بتاخدش بالها منها قوي، ولكن الاداره بصراحه كان عندها حق في التمسك بيه. احنا شفنا اداء الشناوي السيزون ده كله كان عامل ازاي، ما شاء الله كان فارق معانا فعلا، يعني كان هو تقريبا نص الفرقه، يعني كان متالق وكان شايل عننا حاجات كتير قوي. فالشناوي بجد يعني لو الواحد بايده هيديله جايزه ذهب بصراحه، يعني لان هو بجد حاله استثنائيه السنه دي، فاتمنى له التوفيق يا رب، وربنا يبعد عنه الاصابات، ويا رب هو كابتن من كباتن النادي دلوقتي، ويقدر بقى يحقق المزيد من البطولات ان شاء الله. وجوده في حراسه المرمى فعلا بيطمنا جدا. يعني بالظبط كده. شايف انه تحقيق الثلاثيه دي اختبار، او على الاقل خلينا نقول كاس مصر ودوري ابطال افريقيا، لانه الدوري كان برضو خلاص يعني مع فايلر، ممكن نقول ده كان الاختبار الحقيقي لموسيماني اللي قدر ان هو يثبت نفسه فيه، ولا لسه شويه علشان تحكم عليه؟ بصي يعني انا بحب اتكلم بواقعيه شويه، لا قدر الله لو كان حصل حاجه ما كسبناش مثلا، انا ما كنتش هلومه، لان الراجل مسك في وقتي يعني وقتي جداً. ورخم قوي، وانت بتلعبي قبل نهائي وبعد كده داخله على نهائي، الموضوع كان بالنسبه له صعب بصراحه ربنا، فما ينفعش اللي احنا نلوم الراجل، بالعكس احنا دلوقتي عندنا فتره كبيره قوي اللي احنا نقدر نتكلم على الراجل بشكل احسن، نقدر لو في حاجه احنا شايفينها مش صح ممكن نتكلم، يمكن ما كانش ينفع ان احنا نلوم الراجل في اي شيء بصراحه، بالعكس الراجل فكره واضح، حتى لما كانت يعني في الكوره كانت بتقطع من عندنا من خط الظهر، كان الراجل بيصمم برضك اللي هم يلعبوا الكوره، يعني الراجل بصراحه عنده فكر وعنده اللي هم لا لازم نبني الهجمه من ورا،
فالراجل عنده بصراحه عنده شخصيه، يعني دي شخصيه مدرب، والشخصيه بتاعه المدرب هي اللي خلت لعيبه النادي الاهلي تلعب بالفكر بتاعه. هو لو شخصيته ضعيفه عمرهم ما يلعبوا بالفكر بتاعه ولا يلعبوا بالتنظيم. يعني انت برضو فتره من الفترات، يعني لو رجعنا ورا عمرك ما شفت النادي الاهلي في الفتره دي ملتزم تكتيكيا. يعني انا بصراحه بقعد اركز في حاجات كده، لا النادي الاهلي بجد اللعيبه ما شاء الله عليهم مركزين تكتيكيا كويس قوي داخل الملعب، وده شغل موسوماني، فلازم ان احنا نشكر الراجل على المجهود اللي هو بيعمله. فاحنا يعني خلاص بقى احنا بنطمعين شويه، فعايزين البطوله الجايه السوبر ان شاء الله، وبعد السوبر عايزين السوبر المصري وكاس العالم للانديه ان شاء الله نوصل نهائي. احنا كده جمهور النادي الاهلي طماع. يعني دي حقيقه. على ايام كنتوا يا كابتن كلاعيبه كنتوا بتتعاملوا ازاي لما يتغير عليكم اتنين مدربين في موسم واحد؟ كنا دايما بنبقى مركزين مع المدير الفني، مركزين في الفكر بتاعه. المدير الفني بيبقى عايز يلعب ازاي، من خلال التدريب احنا بنفهم الفكر بتاعه، هو بيقعد يمرننا على كده. فبيبقى الموضوع بيبقى صعب على اللعيبه بصراحه، لان في امور تكتيكيه وافكار داخله عليك جديده، كل واحد داخل بالفكر بتاعه. فالموضوع الحمد لله لو انت مش لعيب بروفيشنال في النادي الاهلي عمرك ما هتستوعب كده، وعمرك ما هتحقق بطولات. فاللعيبه بتتعب كتير قوي في النادي الاهلي، لان انت تخيلي يا ساره مثلا انا عايزك تلعبي بالفكر بتاعي، فالموضوع صعب، عايز مني مجهود بدني جامد جدا وذهني وتحضيرات طول اليوم، وكل يوم بفكر بقى وانا نايم ده يخش يمين وده يخش شمال. موضوع صعب يعني على المدربين وعلى اللعيبه بصراحه. الحته النفسيه برضو بتفرق هنا يا كابتن، وانت يمكن قبل كده قلت لي انه اتعاملت مع مدربين محليين مش اجانب، ما كانوا بيخلوك ممكن تكون حاسس انك عايز تبطل كوره اصلا. بصراحه يعني في مدربين بصراحه بيتعاملوا، يعني انا شخصيا يعني في مدربين يتعاملوا معايا بحديه شويه، فكان الموضوع لازم ان اللاعب يبقى المدرب بيهيئه نفسيا كويس، لان انا لو ما تعاملتيش معايا نفسيا كويس انا مش هديكي في الملعب. فدي اكيد انت النادي الاهلي بيجيب، بصي احنا في منظومه ناجحه، فاي حد احنا بنجيبه ناجح، فاحنا ما عندناش غلطه في المكان بتاعنا. فاحنا بنجيب موسوماني عشان الراجل ناجح، الراجل يجي بقى يضيف لنا في النجاح دوت. يعني احنا لو كسبانين 10% لا احنا عايزين يبقى 20%. فمتهيالي احنا بنجيب اعلى ناس في النادي الاهلي، بيبقى ناس بروفيشنال، فبيفيدوا النادي الاهلي زي ما هم بيستفادوا كتير قوي من ورا النادي الاهلي، فاحنا يعني المفروض يفيدونا، فبنجيب الناس البروفيشنال كلاعيبه كاداريين كمدربين. فبنجيب اعلى ناس يعني في المنظومه. وزي ما قلنا جمهور الاهلي طماع، ولسه عندنا تحديات كتير قوي الفتره اللي جايه، وبنتكلم على طبعا سوبر افريقي، سوبر محلي، كاس العالم للانديه، والدوري اللي هيبدا ان شاء الله يوم الاحد. كل ده هنتكلم عليه مع كابتن مصطفى عفروتو بس بعد الفاصل. برحب بحضراتكم من جديد، ولسه معايا كابتن مصطفى عفروتو، وبنتكلم يا كابتن على الفتره اللي جايه. كنا بنقول الاول على مباراه مصر المقصه يوم الاحد، عايز اعرف منك شايف انه اللعيبه هيبقى في اجهاد مثلا الفتره اللي جايه؟ طبعا بسبب يعني شوف احنا ما لحقناش فعلا نطلع من الجد، يعني احنا في الجد على طول. يعني هم يا حرام طبعا يومين بس اللي راحه بعد طبعا افريقيا وبعد كاس مصر، ولكن خلاص يعني هو ده الوضع الحالي، والموسم كله موسمين دخلوا في بعض بسبب طبعا فيروس كورونا، وكان موسم استثنائي. عندنا مباراه مهمه، عندنا دوري مهم. شايف ازاي مباراه يوم الاحد دي؟ شايف اللعيبه مثلا هيبقى الاجهاد غالب عليها، ولا هيبقوا قادرين طبعا ان شاء الله يكونوا في افضل حال في المباراه دي؟ اكيد نتمنى ان هم يبقوا في افضل حالاتهم طبعا، بس برضك اكيد هيحسوا باجهاد، اكيد برضك هم طالعين من كفايه الشد العصبي اللي هم كانوا فيه والضغط اللي هم طول الموسم كانوا فيه، وانت يعني انت بتلحمي موسم في موسم، فصعب على اللعيبه، فاكيد احنا مش هنحملهم اكتر من طاقتهم طبعا. فاتمنى لهم اللي هم يعني اكيد هم اذكياء، واكيد هم هيبقوا عارفين هم عايزين ايه من المباراه، فاتمنى لهم يا رب التوفيق، وربنا يحفظهم من الاصابات يا رب، عشان احنا محتاجين كل لعب الفتره الجايه ان شاء الله. اكيد طبعا. شايف ان موسيماني هيجري تغيير على التشكيل بتاع النادي الاهلي، تغييرات المرحلة الجاية؟ أكيد طبيعي، لأن أنت في إصابات، في لعيبة هتبقى مجهدة، في لعيبة هو عايز يحطها
يديها ترجع لفورمتها زي كهربا، عايزين واحد زي محمد طاهر، عايزين احمد ياسر ريان، عايزين بيكهام، فاكيد اكيد هو هيدفع بناس كتير، اكيد مش كلهم مره واحده، ولكن مثلا هيدي كل واحد مثلا يعني كهربا لو هيلعبوا النهارده بكره يدخل واحد تاني، فاكيد يعني الامور كلها هو الراجل عامل حسابها، فده طبيعي يعني طبيعي، لان انت داخله بعد الدوري، داخله على دوري ابطال افريقيا بعدها لسه برضو هتبتدي من تاني، فالموضوع صعب، ولسه عندك كاس العالم للانديه، فاكيد احنا زي ما قلت لك يا ساره محتاجين كل لاعب الفتره الجايه ان شاء الله. طب الصفقات اللي احنا بنتكلم عليها وقائمه النادي الاهلي يا كابتن، شايف في مركز لسه في الفريق محتاج تدعيم؟ متهيألي لا، يعني متهيألي انت يعني ما شاء الله، يعني انت دلوقتي انت عندك فرقه داخل الملعب وعندك فرقه بره الملعب يعني، وعندك تغييرات كمان كويسه، فاكيد متهيألي لا يعني ما عندناش، ربنا يحفظهم من الاصابات بس لا قدر الله لو حد في حاجه ولا بتاع، عندنا فتره الانتقالات الشتويه ان شاء الله لو هنقدر ندعم بحد، بس متهيألي كده احنا عندنا كل الصفقات لو خلي بالك عايزين. انت داخل على موسم جديد من دوري ابطال افريقيا وداخل على كاس العالم للانديه، تمام، احنا لو عايزين فيرود يعني يبقى فيرود تاني مع مروان يعني، يبقى على هو تدعيم يعني، تدعيم يبقى هو ومروان يعني، ايه احنا مش عايزين برضك نحمل مروان يا عيني كل شويه نديله ال 90 دقيقه وبيعمل مجهود جبار بصراحه، فاكيد احنا عايزين فيرود، بس يبقى فيرود ان شاء الله يبقى فيرود اجنبي سوبر يعني، فيرود اللي هو يعني احنا جايبينه هو عارف يعني ايه قيمه النادي الاهلي، وعارف ان النادي الاهلي بيلعب على بطولات. طيب لو رحنا للسوبر الافريقي، مباراة نهضة بركان، المباراة مش سهلة وفريق مغربي، هي المفروض انه هيتم الاعلان يوم الجمعة ان شاء الله يا كابتن على الموعد الاخير، هو لحد دلوقتي التقارير بتقول ان هو 18 ديسمبر بس لسه هيتم الاعلان يوم الجمعة ان شاء الله، شايف ازاي مباراة السوبر الافريقي؟ بص يا اي مباراة النادي الاهلي بيلعبها بيبقى صعبة، حتى لو في الدوري في كاس مصر في دوري ابطال افريقيا بالنسبه له بتبقى صعبه، لان اللعيبه اللي بتنزل قصاد النادي الاهلي بيبقى عندها حافز اللي هي تموت نفسها، لان هي عارفه ان الماتش دوت جمهور النادي الاهلي ما شاء الله كتير جدا وفي كل حته في العالم، فكله بيبقى عايز يظهر بشكل كويس وكله بيموت نفسه، فاكيد اللعيبه اذكياء واللعيبه فاهمه هي بتعمل ايه داخل الملعب لعيبه النادي الاهلي، فاكيد هم بينزلوا بيبقوا عارفين اللي هم عايزين، بيمتصوا طبعا كل اللي نازل بروح قتاليه جامده، وبتشوف اللعيبه بتخش يعني انت شفت ماتش الاتحاد اللعيبه كانت بتخش على النادي على اللعيبه ازاي، كان الموضوع صعب بصراحه، فاكيد احنا عندنا الخبرات دلوقتي اللي احنا الهدف الرئيسي بتاعنا اللي احنا ناخد المباراه، فان شاء الله باذن الله الحظ يبقى معانا ان شاء الله والتوفيق باذنك يا رب، ونحقق الرباعيه بقى ونخلص من الرباعيه نخش الخماسيه بقى ان شاء الله. ما بنشبعش يا كابتن. لا لا لا. طب من خلال برضو خبرتك كلاعب كوره كنت عايز اسالك، يعني قد ايه بيبقى في وسط ما انت في موسم صعب وضغط ومباريات كتير وبتحقق القاب، اذا تم يعني تعرض احد اللاعبين للانتقادات او كده قد ايه ده بيكون صعب عليك انت كعفروتو مثلا بتلعب ومادي وكده، بس في نفس الوقت شايف انتقادات كتير، هل بتبقى انت اصلا متابع سوشيال ميديا، بتبقى مش متابع، ما بيفرقش معاك؟ لا بصي ما فيش حد ما بيفرقش معاه، اكيد بيفرق معانا، واكيد بس اللعيب الذكي اللي هو يبقى عارف قد ايه التحمل المسؤوليه من خلال المكان اللي هو فيه، يعني انت مثلا ما تجيبنيش وانا في مكان تاني مكان اقل من النادي الاهلي وتلاقي الناس بتنفعل معايا او بيدوني طاقه سلبيه او طاقه ايجابيه، لا يمكن وانا في النادي الاهلي اكيد اكيد في ناس لا انت لازم النهارده تبقى احسن من امبارح، النهارده يعني جمهور النادي الاهلي دايما عنده عايز كل لاعب يطلع اكتر حاجه عنده، فاكيد انت مثلا يعني معلش وانا في النادي الاهلي انت عارفه ما شاء الله الجمهور قد ايه يعني في النادي الاهلي طبعا ناس كتير قوي، فاكيد في ناس هتقول لا عفروتو النهارده ما كانش كويس، لا عفروتو لازم الماتش الجاي يبقى احسن، فاكيد انا لو لعيب ذكي وانا متحمل وعارف ان انا بلعب في نادي كبير ونادي ليه شعبيه كبيره في افريقيا وفي العالم كله، فاكيد الطاقه السلبيه هكبر لها والطاقه الايجابيه هاخدها يعني، فمش هركز على قد ما هركز في الحاجات الايجابيه.
اركز جوه الملعب يعني. شايف السوشيال ميديا اصلا دلوقتي بالنسبه للاعب الكوره ايجابيه ولا سلبيه؟ يعني مثلا ايجابيه من ناحيه ان هي بتصنع نجوم اكتر، بتعرف الناس بيهم اكتر عن زمان، يمكن زمان ما كانش فيه ده قوي برغم ان كان فيه برضو اساطير ونجوم كبار، ولا بالعكس بتمثل ضغط كبير قوي على اللاعب؟ بصي، هي فيها ميزه وفيها عيب بصراحه. الميزه اللي كل اللعيبه دلوقتي اتعرفت، يعني كل الناس من خلال الميديا كلها اتعرفت، ولكن العيب اللي فيها اللي مثلا في ناس بتقعد فاضيه ما وراهاش حاجه، تخبط في ساره النهارده، تخبط في اي حد، فالموضوع بيبقى صعب، وبيبقى صعب على اللعيبه لان اللاعب مش بيبقى لوحده، اللاعب معاه اسرته ومعاه اهله ومعاه اولاده، فالموضوع كله يعني انت متخيله مثلا لما انا مثلا حد بيتكلم عليا بطريقه مش كويسه، اكيد الناس اللي ورايا ديت هي اللي بتزعل وهي اللي بتتحمل، واي حاجه انا بعملها كويسه بتتحسب لهم، اي حاجه بعملها وحشه برضو بتتحسب لهم هم، فالموضوع بيبقى صعب على اللاعب. عشت فتره زي دي؟ لا الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. ما هو مش عايشها ان شاء الله. لا لا ابدا ان شاء الله. لا انا فاكره يا كابتن وقت منتخب الشباب ده احنا كنا كلنا عفروتو وعفروتو، وكنا كنت باجي بقى الاستاد واشجع قوي. طيب خليني اروح معاك كمان بقى للموسم الجديد وللدوري الجديد، شايف ازاي بقى المنافسه على الموسم ده هتكون يعني بين الانديه كلها؟ يمكن كنت بتكلم انا واحمد وبنقول انه عايزين منافسه قويه، عايزين انه يبقى في منافسه بين على الاقل اول اربع مراكز في الدوري، يعني بنتكلم على اهلي، بنتكلم على زمالك، على بيراميدز، على اسماعيلي، عايزين يكون في منافسه لان ده كمان في صالح النادي الاهلي. انت شايف المنافسه في الموسم الجديد هتكون عامله ازاي؟ لا اللي انا شايفه ان النادي الاهلي هياخد الدوري برضه. يعني اللي انا مع احترامي لكل الانديه بس النادي الاهلي، لا يعني النادي الاهلي، وانت زي ما انت ما بتقولي يعني انت عندك الاهلي وعندك الزمالك، احنا عايزين بقى يبقى في المقاولين ماشي بشكل كويس، عايزين الاسماعيلي يرجع تاني، عايزين الاتحاد، عايزين يبقى في كذا نادي كده، عايزين يبقى في تنافس. التنافس دوت بيدي طعم وبيدي حماس للجمهور اللي بيتفرج اصلا. يمكن انت مثلا، انا واحد من الناس بقول لك قبل ما الدوري يبتدي الاهلي هياخد الدوري. طب ليه بتقولها بثقه كده؟ انا واثق في الفرقه بتاعتي، واثق في النادي بتاعي. كلنا واثقين طبعا، بس انا حسيت انه ايه الاهلي هياخد الدوري ده اللي هو منافسه اللي بتتكلمي عليه. والله مش قصه غرور ولا حاجه، والله هي القصه اللي النادي الاهلي يعني بيقدر يحافظ من اول مباراه لاخر مباراه، بيقدر يحافظ. اكيد هيحصل لنا مثلا في الطريق اكيد هنتعادل، اكيد لا قدر الله ممكن نتغلب، بس اكيد هناخد البطوله. انا واثق في كده ان شاء الله. ما بقاش الجماهير بتفرح ببطوله الدوري زي الاول؟ لا خلاص، حتى لا قدر الله لو احنا ما خدناش الدوري، فالموضوع بالنسبه لنا تخيل يا ساره انت 42 دوري، يعني يعني انت يعني الموضوع عندك، يعني انت من كتر البطولات اصلا احنا حققنا كام بطوله دلوقتي؟ 140 صح؟ 140 المفروض. 140 يعني في يعني على حسب مواقع ساعات 138، لا 142، لا اكتر، بس هو 140. 140. طيب انت ساعات اصلا وانت بتحسبي الدوري، طب انت خدتيه 41 ولا 42؟ انت ساعات بتنسي. صح، يعني كاس مصر برضك انت برضك ساعات الواحد بينسى، طب احنا خدناه 37 36 38، طب احنا خدناه كام مره؟ بطوله افريقيا برضك ما شاء الله انت تسع مرات، وبرضك ده في انجاز تاريخي الكابتن محمود الخطيب على فكره، خد 9 بطولات وهو لاعب وهو ونائب رئيس نادي ورئيس نادي وهو رئيس نادي. يعني دي حاجه ما حدش واخد باله منها، بس يعني بس انا اللي واخد بالي منها. لا لا انا عاجبني طبعا، واخدين بالنا من انجاز الاسطوره الخطيب، بس انا عاجبني الثقه بتاعت احنا واخدين الدوري واخدينه خلاص. ايوه ان شاء الله واخدين الدوري والله. يعني طيب وافريقيا بقى الموسم الجديد؟ افريقيا خلي بالك بقى المشوار خلاص ده بتاع موسيماني من اوله لاخره. اي بالظبط كده، نقدر احنا نحاسب براحتنا بقى. بس انا بقول لك الراجل يعني احنا بصراحه بسم الله ما شاء الله عليه، يعني لا الراجل هيفرق معانا الفتره الجايه دي. كنت تتمنى تلعب يعني تحت قياده موسيماني؟ طبعا. عشان علشان هو راجل بتاع كوره، راجل مش بتاع كوره اللي هو، لا راجل بيلعب كوره يعني. راجل الكوره بتاعته ممتعه، في جمل كده مدروسه بين اللعيبه. بالظبط، وبيدي حريه للشق الهجومي. يعني انت مثلا تلاقي حسين الشحات مره ناحيه الشمال، ناحيه اليمين، قفشه بيتحرك براحته، جايه براحته، مروان ممكن ينزل، ممكن يروح قفشه مكانه، فعنده حريه، فاكيد يعني ده كان هيتماشى مع
مع اللعب بتاعي يعني. وفكره ان هو نفسيا عارف يتعامل مع اللعيبه كويس قوي، ده يمكن اتكلمنا فيه قبل كده، ده برضو بيفرق قوي مع اللاعب المصري خصوصا. بالظبط بالظبط يا ساره، يعني كمان هو بيهزر مع اللعيبه وبيقعد يسلم على اللعيبه ويهزر معاهم ويضحك معاهم ويرقص معاهم، فده بيفرق معاهم، ده بيدي اللاعب ثقه، بيدي اللاعب اللي المدرب مهتم بيا، حتى لو هو مش مهتم بيا داخل الملعب، لا الراجل بيتعامل معايا نفسيا بره احسن من اللي بيلعب، فاكيد دي بتفرق طبعا. وهو ذكي يعني، هو ذكي طبعا، هو مدير فني ذكي. في لعيبه يا كابتن ممكن وانت بتتفرج عليها في الدوري المصري بشكل عام بيعجبك جدا لعبها مثلا، ممكن تقول اه لو ده يلعب في النادي الاهلي؟ اه طبعا في ناس. اه مين لعيبه بتحب ستايل لعبها؟ يعني في ناس كتير والله، يعني عشان ما نزعلش حد، بس دايما مش عايز تزعل اي لا حد. والله بس في ناس، بلاش تعالى نسرح بخيالنا كده ونروح للكره العالميه، مين لعيبه بتحب ستايل لعبها جدا واحنا دلوقتي في وسط يعني ضرب نار بقى في دوري ابطال اوروبا متابع؟ اه طبعا بتشجع مين قلت لي؟ ريال مدريد يا رب النهارده بقى، بس انا بقول لك يعني ماتش ماتش صعب صعب. النهارده، صعب صعب عليهم جدا بصراحه، فبس يا رب زيدان قد المسؤوليه يا رب. زيدان مدرب كبير. اه طبعا مدرب ذكي، مدرب ذكي، بس هو غلط في اول السيزون لان انت مش معاك لعيبه وما جبتش لعيبه ومشيت لعيبه استغنيت عنها ما كانش ينفع تستغنى عنها بصراحه يعني، فدي بس الملحوظه اللي على زيدان بس من اول السيزون بس. ودي ومعنى انك بتشجع ريال مدريد ان انت كنت مبسوط لما برشلونه خسر امبارح؟ اه انا بصي انا بحب شخصيه، انا بحب لعب ميسي جدا جدا، وبحب شخصيه رونالدو، يعني رونالدو لما بيروح اي نادي بيعمل حاله كده بيشدني ليه بصراحه. فبس ميسي كان بيلعب وهو مقرف يعني، الموضوع باين بقاله فتره كده. ميسي كان قادر يخلق الحقيقه هجمات كتير امبارح، بس هو برده ما كانش فيه حظ يعني. وخلاص هم في تكوين دلوقتي فريق جديد، يعني ده اللي انا شايفه يعني، هم جايبين كومان على اساس اللي هو لا احنا عايزين نعمل فريق جديد بقى خلاص، يعني ميسي نقدر نستفاد منه دلوقتي ماديا عشان خلاص ميسي مش هيقدر يعوض اللي هو اداهولنا اللي فات، مش هيقدر يرجعه تاني. بس متهيألي ما فيش يعني ده فكرهم، اه ده فكر الاداره في برشلونه تقريبا، يعني برشلونه محتاج وقت عشان يفوق من اللي هو فيه. اكيد هم عندهم لعيبه صغيره كويسه بصراحه، ولعيبه مهاريه كلها ولعيبه كويسه هتفيد النادي، بس اكيد هياخدوا وقت. اكيد هياخدوا وقت طبعا، اكيد مش هيبقوا زي ميسي وانيستا وتشافي، الموضوع صعب يعني. مين بقى لعيبه بتحب الستايل بتاعها دلوقتي في اي نادي؟ بص هو ميسي ورونالدو ما فيش خلاف عليهم أكيد. بصراحه يعني بصراحة ربنا بحب ديبالا، بحب لعبه جدا، موراتا بصراحة بحبه جدا. يعني في لعيبة كتير قوي، نيمار، راشفورد، نيمار طبعا، صلاح. بصي بصي ميسي وكريستيانو وصلاح ونيمار، وممكن ندخل امبابي معاهم بس مش دلوقتي يعني شوية قدام، بس الأربعة اللي أنا قلت لك عليهم دول في حتة لوحدهم. ممكن نقول كابتن مصطفى ان صلاح رفع سقف الاحلام بالنسبه للطفل المصري، يعني طبعاً. اي طفل نفسه يبقى لاعب كوره دلوقتي بيبص لصلاح انه طب ما هو احترف في الدوري الانجليزي، ليه انا ما اقدرش اعمل ده؟ ما هو بقى حاجه عالميه ومن افضل ثلاث لعيبه في العالم، ليه انا ما اعملش ده؟ شفت ازاي تجربه صلاح دي كلاعب كوره؟ والله بص انا شفت شاب مصري مكافح ادى طاقه ايجابيه لكل شاب مصري، حتى مش في مجال الكوره، في اي مجال، لو انا هطلع بره اشتغل اي حاجه بس انا عارف انا رايح اعمل ايه، والناس اللي واخداني بره عارفه اللي هي هتستفاد مني ازاي، فاكيد اللي انا هبقى مبسوط وفرحان بتجربه زي ديت. تخيل ان صلاح، يعني في ناس كتير قوي بشوف لهم فيديوهات وكده ما لهمش علاقه بالكوره، ولكن بيقولوا لا احنا بنحس بالامان واحنا بره من خلال محمد صلاح، لما بيجيب جول، لما بيحقق لقب، بيدينا طاقه ايجابيه قوي في حياتنا بره. فاكيد اي شاب مصري بيبقى مبسوط اللي هو شايف نموذج مصري ابتدى من الصفر لحد ما وصل للقمه، فاكيد يعني انا ذات نفسه هوت، يعني انا كلاعب كوره انا لما بقعد اتفرج على محمد صلاح بقعد بقول لا انت بتبقي قاعده بتتفرجي ده ابن بلدي، ده الفخر بتاعنا، ده انت بتبقي مبسوطه فرحانه، ونفسك يبقى فيه 10 زي محمد صلاح، نفسنا يبقى فيه كده زي ما بتشوف الافارقه مثلا في الدوريات الاوروبيه، لا انا نفسي اشوف المصريين بقى في الدوريات الاوروبيه.
خليني اكيد اكيد متفقه معاك جدا، بس لازم برضو اختم كلامي معاك بالنادي الاهلي. عايز اسالك سؤال مهم، شايف انه موسيماني هيقدر يعيد النادي الاهلي لزمن احتكار البطولات زي مستر جوزيه؟ انا شايف كده ان شاء الله، شايف مدرب ذكي، بس انا مش يعني انا مش عايز مثلا، انت عارفه ما بين الثقه والغرور شعره، فانا مش عايز يوصل للمرحله دي، عايزه لا هو راجل ذكي من خلال اللقاءات بتاعته والمؤتمرات الصحفيه اللي بيعملها، لا راجل ذكي ما بيخسرش حد، راجل عارف هو بيتعامل مع الناس ازاي، وعارف بيتعامل مع اللعيبه ازاي، وعارف حجم النادي الاهلي، فده اللي بسطني، اللي هو عارف قيمه النادي الاهلي، وعارف قد ايه اللي هو الموضوع اتغير 180 درجه معاه اول ما دخل النادي الاهلي، خلاص الناس كلها عرفته في العالم كله. نتمنى يا كابتن، يمكن قبل افريقيا قلت لك ان شاء الله تبقى معايا ونكون بنحتفل بافريقيا ان شاء الله، وادينا بنحتفل اهو. وطبعا نتمنى الفتره الجايه كمان تبقى معانا واحنا بنحتفل بالخماسيه ان شاء الله. ان شاء الله نورتني يا كابتن مصطفى عفروت. انا على طول كده متالقه ودايما من نجاح لنجاح يا رب يا ساره. ربنا يخليك، شكرا انك كنت معايا، شكرا لحضراتكم على المتابعه. 113 سنه عمر كبير للنادي الاهلي، ولكن عدد البطولات اكبر بكتير من العمر ده، انجازات كتير، اجيال كتير بتتغير، وتفضل الانجازات هي سر النادي الاهلي وهي المكتوب على النادي الاهلي، انجازات ونجاحات كتير، ويا رب دايما تزيد، اجيال تتغير واجيال بتسلم اجيال، ولسه انجازات الاهلي مكمله.